السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء من قناة أسأل وأسرع الوصفات. النهاردة معانا وصفة غدا سريعة جدا، سهلة وبسيطة. هنعمل مع بعض المكرونة بطريقة سريعة جدا وطعمها لذيذ، هتعجبكم إن شاء الله. الوصفة دي من الوصفات الكورية. معانا هنا 5 فصوص كبار من الثوم مقطعين قطع، ومعانا طماطم 5 وحدات، حبات طماطم صغيرة مقطعة قطع صغيرة، ومعانا عودين من الريحان مقطعين، قطعناهم كده قطع صغيرة. ومعانا هنا الجمبري او الروبيان، نزلنا عليه بمعلقة خل وفلفل اسود وملح وقلبناهم شوية. هنيجي هنا في المقلاية على النار، هنضيف 2 معلقة زيت زيتون، وهنضيف الثوم ونقلبه دقيقة. بعد كده هننزل عليه بالطماطم المقطعة ونقلبهم دقيقتين، وننزل عليهم بالفلفل الاسود والملح، ونفضل نقلب فيهم كده لحد ما يدبلوا شوية معانا. بعد كده هنضيف المكرونة بتاعتنا زي ما هي كده على الطماطم والثوم اللي معانا. معانا بقى 2 كوباية كبار من المية المغلية، طبعا هتكوني مجهزة المية المغلية قبلها. بعد كده هتنزلي بالمية المغلية على المكرونة، وهنضيف الملح والفلفل الاسود وعود صغير من الريحان، وهنسيبها لحد ما تاخد غلوتين كده وتدخل في السوا معانا. بدأت تدخل كده في السوا اهي، هنقلب فيها كده شوية. خلاص كده بدأت تستوي. هننزل بالجمبري او الروبيان بتاعنا وهنقلب كويس. هنضيف 2 معلقة من الشطة المجروشة، ده اختياري، لو مش حابة الشطة تقدري. بعد كده هننزل بالريحان المقطع، 2 ورقة من الريحان المقطع عليهم، وهنقلبهم كويس برضو. و2 معلقة من زيت الزيتون، وهنقلب كويس برضو على النار كده. ورشة بسيطة من جبنة بارميزان معانا على الوش كده، رشينا جبنة بارميزان. وخلاص كده بالهنا والعافية. لو من محبي الوصفات السهلة والسريعة اشتركي معانا وفعلي الجرس.